أحداث كثيرة شهدتها الأكاديمية الأسبوع الماضي، نلخصها بأبرز العناوين. فاتن تغادر الأكاديمية بتأثر كبير من الجميع. فاتن، we love you. نسيم يستمتع بنسيم سانتوريني. حب ننسى الأكاديمية وننسى كل شيء ونقعد هنا. أعمال شغب تتجدد كل صباح في الأكاديمية. غيروا لنا الأماكن. سكينة تهدد بالانسحاب مرتين. انت بتعملي ده؟ يعني ايه وقفتي على الاغنية دي يا سكينة؟ انت عبيطة يا بنتي؟ خلاص خلاص سكينة، مفيش حاجة اسمها كده. سهيلة في حيرة بين إيهاب ومحمد عباس. سهيلة بس في طلب طلاق، فيك توضحي الأمور هلا؟ أنا ما وضحت كل شيء أنا. لأنه في عالم عم تزعل. الأكاديمية تشهد خلاف بين رافائيل وحنان. خلص عن جد ما تحكيني رافائيل، اسكت. ما تحكي معي. لا ما تحكي معي. حفلة تنكرية في أرجاء الأكاديمية. درة تلقي القبض على الخارجين عن قانون الأكاديمية. أنا القانون، ويا ويله اللي خارج على القانون. ردة فعل قوية لسكينة بعد تسميات. خليني حنان، خليني. هو خليني، بغيت نبقى بوحدي. وحنان خليني نبقى بوحدي، عافاك. جاي لو وبيونسي في الأكاديمية مع المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي. هذه أبرز عناوين هذا الأسبوع. ابقوا مع الحدث ستار أكاديمي.